حققت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع التصدير خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت الدولة في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة أمام الصادرات، وهو ما ساهم في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية. طفرة غير مسبوقة حققتها مصر في قطاع التصدير خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجحت الإرادة المصرية في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة أمام الصادرات، وهو ما ساهم في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية. خلال السنوات التسع الماضية، تمكنت جهود الدولة من تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة وإزالة العديد من المعوقات أمام الصادرات، كما عملت على تحسين جودة المنتج المصري ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية. قيمة صادرات مصر زادت بمعدلات كبيرة لتسجل رقماً تاريخياً وصل إلى 51 مليار و600 مليون دولار خلال عام 2022، مقارنة ب 27 مليار و600 مليون دولار خلال عام 2014. وفيما يخص وضع التجارة الخارجية خلال عام 2022، كان التغير النسبي في قيمة الصادرات أعلى من التغير النسبي في قيمة الواردات، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 87% مقارنة بعام 2014، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 27.7%. وبالنسبة لأبرز السلع التي تم تصديرها عام 2022 مقارنة بعام 2014، فقد زادت صادرات الوقود بنسبة 190%، وارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 312%، كما زادت صادرات اللدائن بنسبة 55%. في المقابل، حدث تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تدخل في متطلبات التصنيع المحلي. وحول جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ عامي 2013-2014 حتى ديسمبر 2022 إلى نحو 55 مليار و400 مليون جنيه، وذلك لأكثر من 2709 شركات. وبشأن جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية، فإن مصر انضمت لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الميركسور، وبدأت مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، إضافة إلى توقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو 2020. كل ذلك انعكس على تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، كما تقدمت مصر 4 مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم، حيث احتلت المركز 61 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2014. وهكذا حقق قطاعا الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.